أسي 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 وجرح إحساسي راح أسيبه أسي راح أبك يعني. عوضي منورني على شاشة عمان تي في مكسر الدنيا في الأردن. ربنا يخليك وأهلا بيك وكل شعب الأردن وإخواتنا وحبايبنا. ببارك لك على حق عرب الحياة، يعني بتعمل الدور الشعبي زي ما قال خالد يوسف أيتم في الحتة دي أو أيقونة في الحتة دي. استعديت لده إزاي وجهزت للشخصية إزاي ودخلت لها منين؟ دي بيئتي أنا اتربيت فيها من وأنا صغير وكبرت، فأنا قلتها زمان ان انا انسب اقرب واحد للبيئه دي، فانا اللي اعبر عنهم، الناس دي انا اللي اعبر عنهم لان انا واحد منهم. فكون الاستاذ خالد يوسف يوصفني بالوصف ان انا متحدث رسمي باسم الحرس باسم اهو استاذ خالد يوسف اهو لسه بتكلم اهو استاذ خالد يوسف حق عرب يا جماعه حق عرب حق. انا يا جماعه بتشرف ان استاذ خالد يوسف عشان بيقول حق عرب. لا والله رئيس عارف يعني بجد والله دي شهاده كبيره استاذ خالد يوسف ان هو يقول على ان انا المتحدث الرسمي باسم لما بكتب انت عارف بقول الحق متحدث يعني الرسمي باسم الحاره الشعبيه ودي اللي انا اتربيت فيها، فان هو يلقبني باللقب ده شرف كبير ليا. استاذ خالد اللي بيميز احمد العوض بطل الحاره الشعبيه زي ما انا قلت بعد في تعاون تاني جديد هنشتغل ده لازم مش هيسيبه يعني. طبعا ان شاء الله طبعا. راح فينا عرب؟ كفينا عرب يا عم واحد الواحد بس كفيك ايه عيب اللي انت بتقوله ده؟ انا استكفيت، انا كده اشكر من حرمش تخ ايدك بس كده عشان دي الجاكيت الاكثر طلبا، دي الترندات الجديده لسه جايبها هتوسخها لي. طبعا مسؤوليه عليا ان الناس بتاخدني قدوه والناس ممكن تقلدني، فببقى حريص دايما ان انا لما اعمل حاجه اقدم اصول وتقاليد ممكن تكون غايبه عن 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 عن, عن جيل من الشباب او نسبه من الشباب، فانا اردهم للاصل الشعبي بيبقى عامل ازاي. في كتير من الشعبيين عارفين الاصول دي والحاجات دي، وفي منهم ممكن يكون افتقدها بالتطور اللي حاصل في الوقت والحاجات دي، فانا بردهم بس اللي احنا ربنا عليه. مشاهد كتير صعبه، وسمعت كمان انك جالك اصابه وقت التصوير، كلمني بقى عن المشاهد الصعبه اللي انت بتعملها وعن الاصابه اللي انت صحيح. لا مشاهد الصعبه هي مشاهد الاكشن مش متبقاش صعبه بالدرجه يعني، لكن الاصابه جات لي من مشهد الحريقه لما دخلت طف الحريقه بتاعت مخزن عبد ربه، شميت اول اكسيد الكربون بنسبه كبيره فجاب لي التهاب شعب هوائيه حاد يعني، بس فدخلت المستشفى والحمد لله طلعت منها. الكلمه الجميله بقى اللي بينك وبين اسماعيل فاروق وكمان وجود وفاء عامر ورياض الخولي معاك ودينا فؤاد اعتقد ادوا تقل للمسلسل. طبعا كل زمايلي في المسلسل اضافوا للمسلسل وزادوه تقل وكلهم اجتهدوا، والنجاح ده نجاحنا كلنا مش نجاح احمد العوضي بس. وانا اتشرفت بالشغل مع النجم الكبير استاذ رياض الخولي واستاذ وفاء عامر ودينا واحمد عبد الله محمود وليد فواز وكارولين ودنيا مصري، كلهم انا اتشرفت بيهم وكلهم عملوا ادوارهم على اكمل وجه وكلهم ساهموا في نجاح المسلسل. في شويه كلام من بعض الناس على مشاهد البشعه اللي بتحط على اللسان، شفت الكلام عليها ازاي؟ يعني في ناس كانت بتفضل ان ما يبقاش موجود المشاهد. لا ليه، ما دي حاجه موجوده ومعروفه، فانا بوريك احنا الفن بيعكس الواقع. انا ما بقولكش حاجه، ما حدش بيعذب حد، دي عاده في ناس كتير بتستخدمها الى الان، ممكن ما حدش يعني سلط عليها الضوء قبل كده، فانا حبيت ان انا سلط عليها الضوء في المسلسل بس يعني. براءة. جمهور في الأردن كتير قوي بيتفرج على المسلسل ومبسوط بيه وكومنتات طول الوقت الجدع البرنس الراجل ومعجبين بالمشاهد اللي انت بتعملها، تقول لهم ايه من خلالنا في عمانتي؟ اقول لهم مبسوط ان المسلسل عجبكم وان شاء الله الحلقات الجاية تعجبكم اكتر، وان شاء الله المسلسل ده يعني للآخر كده تنبسطوا بيه وتحبوه وتتسلوا بيه كمان. الله يخليك يا فندم وربنا يخليك. بحضر فيلم سينما وان شاء الله شو بقى المسلسل اللي جاي باذن الله. ما الهام شاهين منورنا على شاشه عمان تي في. الحقيقه ان انا ما عرفتش الهام في مسلسل اعلى نسبه مشاهده غير بعد 3 4 حلقات لما شفتها. انا اعرفها كويس على فكره، انا ما عرفتهاش، انا اتصدمت ان هي اللي بتعمل الدور ده. والله العظيم انا ما عرفتهاش في الاول، يعني اول ما ظهرت لانها ما وريتنيش ولا صوره ولا عرفت ان هي حتى باروكه حمراء ولا الحاجات دي خالص، فعدت قدامي وما ركزتش. وبعدين قلت لهم هي لولو هتطلع امتى؟ قالوا لولو هتطلع امتى؟ لولو لسه مخلصه المشهد قدامك. فرجعت بقى وشفت تاني. هي عامله لي مفاجاه بجد، هي عامله لي انا مفاجاه، لانها هي قصده ده انها مش عايزه تحكي لي هي بتعمل ايه ولا مين ولا بتشتغل مع مين ولا ايه، وان انا ابقى زي الجمهور بشوف وبتفاجئ وعشان توريني شطارتها. شفتها واتكلمت معاها في الحقيقه بعيده تماما عن الشخصيه اللي هي قدمتها، ايه الشطاره دي؟ بقى جي البنوته الرقيقه خريجه البيسك البريتش انترناشونال سكول والجامعه الامريكيه،
تعمل هبه تاتو وبالشكل ده، والله انا مخضوضه. بس هي بجد فكرتني بنفسي لما قعدوا يقولوا عليا برضو لما عملت الهلفوت وبت شعبيه قوي وغير كل الادوار اللي انا كنت العب فيها في التلفزيون وحاجات ناعمه قوي في البدايات، فالناس اتصدمت ازاي دي اللي كانت في النوتردام والرقيقه والكذا تعمل الدور ده. الهم بيتقال عليها نفس الكلام دلوقتي. عايز اسالك برضو السؤال الثاني عن نعمة الافوكاتو. انت اتكلمتي عن المسلسل وقلتي ان محمد سامي من المخرجين المهمين اللي بيقدروا يعملوا مسلسلات في رمضان تلم الجمهور حواليهم. كان ايه وجهه نظرك في شكرك في المسلسل ده في محمد سامي؟ شوف، محمد سامي عنده ذكاء حاد في انه يجمع الناس. عارف حتى لو حد ما عجبوش او ساعات يقول لك يا معقول، ما فيش منطق معقول يحصل الاحداث دي، بس يقعدوا يشوفوا. فذكي جدا في انه يعرف يجمع الناس حوالين الشاشه حتى لو في ناس مستفزه من الاحداث او مش مصدقه قوي الاحداث، لان انا هقول راي الجمهور، لكن بيقعدكوا قدام التلفزيون لكن اتفرجتوا لغايه اخر حلقه. ايوه، طب ما في مسلسلات تانية كنتوا بتشوفوا حلقه وتفوتوا حلقتين وتشوفوا حلقه وهكذا. ليه قعدتوا لمسلسل محمد سامي؟ ده ذكاء منه، هو شاطر في ده، هو مخرج جماهيري، فبرافو عليه. دكتور اشرف زكي منورنا على شاشة عمان تي في. الحقيقه ما كانش ينفع اعدي رمضان كده من غير مسلسل زي مليحه، الحلقه الاولى النهارده وفي اشادات قويه قوي بيها. والله مبروك لينا كلنا، لان انا سعيد بهذا العمل مش لاني مشارك فيه، سعيد كمصري كعربي ان ده الدور المصري العظيم لدعم القضيه الفلسطينيه. هذا المسلسل يقدم حقائق، يقدم اسانيد، يقدم المجهود المصري العظيم الذي قدم لدعم القضيه الفلسطينيه، وانا سعيد ان هو بيقدم في قالب درامي زي ما شفنا الاختيار، والناس شافت حقائق قدامها ما كانتش مصدقاها. هذا العمل سيثبت يعني حاجات كتير قوي لازم الناس تعرفها وتشوفها. فشكرا لصناع هذا العمل، شكرا للشركة المتحدة، شكرا للمجهود العظيم اللي معمول من كل المشاركين في العمل، ويعني انت عارف طبعا الجهات الكثيرة اللي شغالة في هذا العمل. عايز ابارك لحضرتك كمان على النجاح بتاع روجينا في سر الهي، وكلمني عن شعورك وانت بتشوفها بتنجح كده ما شاء الله. والله بص، انا يعني ببقى قاعد قلبي يعني بيدق كده، وخاصة السنة دي كمان مريم بنتي، ومريم بنتي دارسة يعني مش جاية، فالحمد لله روجينا من نجاح لنجاح كل سنة الحمد لله يعني بتتقدم، وهي طبعا يعني خريجة معهد في المسرحية، اشتغلت مع أستاذ يوسف شاهين واشتغلت مع كبار المخرجين، فهي يعني بتقدم أعمال تليق بيها الفترة الأخيرة الحمد لله. ومريم بقى دي بقى كان قلبي بقى بيدوه جامد قوي، بس الحمد لله بدايتها مبشره باذن الله. شكلها يعني غير انها دارسه، انها برضو ورثه الموهبه من حضرتك ومن عمتها ومن مامتها. بيقولوا انها صوره تقبل اصل ماجده زكي. الحمد لله ربنا يوفقها، وبشكرك كل سنه وانت طيب.